اهلا بيكم مشاهدينا الكرام، وهذه الفقره من صحافه اول النهار والقراءه للنشاطات الرئيسيه، وهنبدا مع حضراتكم بجريده الاهرام. 10 احزاب تحت قبه البرلمان في المرحله الاولى، 80 مقعد للاخوان، 33 للسلفيين، 3 لشباب الثوره ومثلها الوطني المحلي. ابرز الفائزين الخضيري والنجار وفرغلي وداوود وابو حامد. ابرز الخاسرين طارق مصطفى وعبد المنعم الشحات وحمدي حسن وحيدر بغدادي. على الجانب الاخر من الصفحه على فكره في رسم وضح هذه النسب على الطريق الدايره اللي قدام حضراتكم، وفي المواطن المصري مقعد، مصر القومي مقعد، العدل مقعد، التجمع مقعد، الوفد مقعد، المصريون الأحرار، الحرية، المستقلون 5 مقاعد، النور السلفي 6 مقاعد، الحرية والعدالة 36 مقعد. احنا على الهاتف مع الأستاذ كريم الصحفي بجريدة المساء. أهلا بيك معنا أستاذ كريم. أهلا بيك، صباح الخير على حضرتك وعلى جميع السادة المشاهدين. صباح الخير. أهلا بيك يا أستاذ كريم. كنت أسأل حضرتك على الكوكبة، وليس بلاش نتكلم على النسب، ولكن كوكبة هذه الأحزاب في المرحلة الأولى تحت قبة مجلس الشعب، ما رأيك فيها؟ يعني هو طبعا الانتخابات البرلمانية تعتبر في مرحلتها الأولى تحديدا هي أنزه انتخابات برلمانية منذ سنوات طويلة جدا عاشها الشعب المصري في ظل إرادة اتفرضت عليهم بشكل أو بآخر. نسبة التصويت كانت حاجة مشرفة تؤكد أن الشعب المصري شعب جدير بالديمقراطية الحقيقية. هذه النسبة لم تتكرر لمدة أكثر من 60 سنة على حسب ما قال المؤرخين والكتاب. أنا شايف أن البرلمانية سوف تكتمل بشكل أفضل بعد حتى يتم الانتهاء أيضا من المرحلة الثالثة في الانتخابات، لأن كل الأحزاب وكل التيارات بدأت ان هي تحط امام اعينها نتيجة المرحلة الاولى الاحزاب التي لم تستطيع ان تحصل على مقاعد كانت تسعى اليها بشكل او باخر في المرحلة الاولى، هتحاول جاهدة في المرحلتين الثانية والثالثة. لكن بشكل عام احنا شايفين ان في نموذج ديمقراطي متميز بيتم في مصر حاليا، شايفين انتخابات في ظل حالة هادئة أمنيا، لا يوجد أي مشاكل إن كان هناك بعض التجاوزات من بعض الأحزاب والقوى السياسية مثل الدعاية أمام اللجان الانتخابية وغير ذلك، لكن أنا شايف إن ديت حاجات تجاوزات لا تفسد العملية الانتخابية بشكل كبير جدا، خاصة إن هي تجربة على الشعب المصري. لأول مرة نشوف انتخابات نزيهة، لأول مرة الجميع يقتنع بأن الصوت الواحد اصبح له قيمه كبيره جدا. استاذ كريم يعني هذا الكلام طبعا مؤكد من خلال التجربه الديمقراطيه، ولكن انا سؤالي تحديدا حوالين التعدديه اللي موجوده. النسب صحيح نسب متفاوته، ولكن في تعدديه، يعني في حزب العدل، حزب مصر القومي، حزب المواطن المصري، حزب الحريه، حزب الاصلاح، تحالف الثوره مستمره، حزب الوسط، حزب الوفد، كل دوت تمثل داخل القبة مجلس الشعب، وهذا سيحدث ثراء بالتأكيد لعملية سياسية، ده هيعمل انتعاش لعملية سياسية. تقييمك ايه؟ بالتأكيد هيكون برلمان قوي. فكرة عدم سيطرة حزب واحد او تيار واحد على البرلمان المصري دوت هيخلق اراء كثيرة جدا، هيخلق مشروعات للقوانين، هيخلق دور قوي يطلبه الشعب، هيصبح هناك تعبير افضل وتعبير جيد عن ما يريده المواطن المصري بمختلف التوجهات، سواء التوجهات الاسلاميه، سواء التوجهات الليبراليه، سواء جميع التوجهات سوف تكون ممثله في هذا البرلمان من خلال الاحزاب. ولكن انا لي عتاب شخصي على الاحزاب الناشئه حديثا، وهو انها حتى هذه اللحظه لم تقوم بدورها في الشارع بشكل جدي. إذا كانت الأحزاب الحديثة التي انشأت أو تم إشهارها بعد الثورة، أيضا هناك بعض الأحزاب القديمة كنا نتوقع يكون الوفد مثلا له دور قوي في المرحلة وأن يحصل على
مقاعد اقوى. تمام. لكن ما زال الفكر وما زال فكر القيادات ان هم منعزلين عن الشارع المصري بشكل كبير. أعتقد جدا. اعتقد النتائج استاذ كريم، النتائج هتفرض على قياده الحزب تعديل هذه المفاهيم وتعديل الاتجاهات او السلوك اللي المفروض هم ينهجوه مع الشعب عشان تحقق ارضيه اوسع بالتاكيد. طيب استاذ كريم، بالتاكيد يعني الاحزاب الجديده كانت تحتاج يمكن لفتره اطول، ربما ده ردهم على عدم تحقيقهم للنتائج اللي كانوا بيتمنوها. هنروح مع حضرتك لخبر اخر يا استاذ كريم، وهو المنشط الرئيسي بجريده الجمهوريه والخاص بتشكيل الوزاره. المشير يطالب حكومه الانقاذ عقب اداء اليمين الاهتمام بالامن والتصدي بحزم لكل صور الفساد والمفسدين، دعم المشروعات الصغيره والمتوسطه وتوفير فرص العمل، التصدي لمكافحه الغلاء وارتفاع الاسعار وضبط الاسواق، تقديم اوجه الرعايه لاسر الشهداء ومصابي الثوره، تعزيز العلاقات المصريه الافريقيه خاصه مع حوض النيل. يعني بعد انتظار لهذه الحكومه، حكومه الانقاذ الوطني برئاسة الدكتور كمال الجنزوري، خرجت لنا أمس، رغم أن البعض ما زال متحفز عليها، لكن كل المصريين بيتمنوا أن هم فعلا تكون حكومة إنقاذ وطني في وقت حرج بالنسبة لمصر. حضرتك شايف تشكيل الوزارة إزاي؟ والله أنا شايف أن التشكيل الوزاري هيكون نجاحه مرتبط بحالة الاستقرار اللي هتشهدها مصر. حالة الاستقرار اللي هتكون متمثلة في استقرار سياسي هيقدر من خلاله الاستقرار دوت يلقي بظلاله على المعدل الاقتصادي ومعدل النمو في المشروعات وغير ذلك. شايف ان فكرة الاستقرار السياسي هيكون ليها نتائج على الحالة الامنية بشكل عام. ما نقدرش نقول ان يعني كانت هناك مطالبات كثيرة للدكتور كمال الجنزوري بتولي رئاسة الوزراء، وبعد ان تولى رئاسة مجلس الوزراء ظهرت بعض الاصوات التي تعارض توليه المسؤولية. لكن بشكل عام ماذا يريد المواطن المصري في الوقت الحالي؟ ماذا يريد بشكل عاجل؟ يريد حالة امن حسبما افسد المشير وطلب المشير، يريد تخفيض الاسعار، الاسعار اصبحت مشتعله بشكل كبير. دوت مش هيتم بين يوم وليله، ويمكن كان المسؤوليه دي ليست على حكومه الدكتور الجنزوري ولكن كانت من حكومه الدكتور عصام شرف، كان المفروض انها تقوم بدورها. ولكن نحن اصبحنا امام امر واقع، وامام واقع موجود في المجتمع المصري ان الاسعار مشتعله، ان هناك حالات انفلات امني في بعض المحافظات من حين الى اخر. لكن نحن نتمنى خلال الفترة القادمة أن تعود الأمور مرة أخرى. رقم واحد هو الأمن اللي نطلبه جميعا، وأعتقد أنه حسب تصريحات دكتور كمال الجنزوري أنه هو قال ده الملف الأساسي، بجانب أو على الجانب الآخر هيكون الاقتصاد، ومهلة شهرين لهذه الوزارة كي تقدم ما لديها. ونتمنى ان شاء الله انه ربنا يوفقهم، لاننا محتاجين كل ابناء مصر يتكاتفوا. محمد استاذ كريم، كنت اسال حضرتك ايه اللي تقوله للمعتصمين او المحتجين امام مجلس الوزراء حاليا؟ يعني اذا كان هناك تعليق، لكن التعليق المطلوب من حق اي فئه في المجتمع ان هي تتظاهر، ومن حق اي فئه في المجتمع ان صاحبه مطالب ان يكون لها خطوات شرعيه في اعتصامها وفي تظاهراتها. اتمنى ان يهدأ المجتمع قليلا حتى تمر الانتخابات البرلمانيه، اتمنى ان يهدأ المجتمع قليلا حتى تقوم الوزارات ويقوم المسؤولين بدورهم من اجل اسعاد الشعب المصري بتوفير الامن ونمو الاقتصاد. يعني هي فكره المظاهرات، يعني انا بالنسبه لي الشخصي انا اؤيد حق اي فئه ان هي تتظاهر، لكن الا يؤثر هذا التظاهر على المجتمع بشكل عام. وهل ان الاحتجاج اللي موجود حاليا امام مجلس الوزراء لن يؤثر بشكل سلبي على اداء الحكومه الجديده؟ هو بالتاكيد هيؤثر بشكل سلبي، يعني وهذا التاثير سينعكس بالتاكيد على اداء الحكومه لصالح الشعب بكامل.
السؤال لماذا لا ندعو لنفسنا او ناخد فرصة اللي احنا نفكر ونعيد تفكير مرة اخرى، ويبقى هدفنا في الاخر جميعنا مصر ومصلحة مصر. انا شايف ان دوت الدور هيقوم بيه، المفروض اللي يقوم بيه القوى السياسية ان تحاول النقاش وان تحاول التفاعل مع المعتصمين والمحتجين امام مجلس الوزراء، أن يكون هناك تبادل الآراء. أتمنى أن حكومة الدكتور كمال الجنزوري أن تدعو ممثلين من المعتصمين لعقد جلسات معهم لمناقشة مطالبهم، أن يتم التفاهم. أؤيد وجهة نظرك تماما يا أستاذ كريم، وأدعو من يحاول فض هذا الاعتصام أن يكون بالحوار الديمقراطي الراقي. طبعا إذا استطعنا أن احنا نحقق ده، مصر هتبقى عبرت مرحلة كبيرة جدا، أن يكون هناك حوار بين المعترض والمعترض عليه، والنتيجة في الآخر لابد أن يكون هدفنا هو مصر. أشكرك جدا أستاذ كريم عبد المعين، بنشكر حضرتك، وبالتأكيد هنتواصل مرات أخرى لإلقاء الضوء أكثر على بعض الأخبار. شكرا لك يا أستاذ كريم. شكرا وصباح الخير على حضرتك. صباح الخير. نرجع تاني لخبر موجود في جريدة الشروق الصفحة الأولى. أحمد رفعت مستمر في محاكمة مبارك. قضت محكمة الاستئناف في القاهرة برفض دعوى الرد المقامة من محامي المدعين بالحق المدني ضد المستشار أحمد رفعت رئيس محكمة جنايات القاهرة، التي تنظر محاكمة الرئيس السابق مبارك ونجله جمال وعلاء وحبيب العدي وزير الداخلية الأسبق وستة من قيادات الداخلية السابقين ورجل الأعمال الهارب حسين سالم في وقائع قتل المتظاهرين واستغلال النفوذ. وتقرر استمرار القاضي أحمد رفعت في نظر الدعوة وتغريم المحامي عبد العزيز عامر مقدم طلب الرد 6000 جنيه. من الأهرام صفحة 1-16، حركة سياسية تنقل اعتصامها من التحرير إلى مجلس الوزراء. أعلنت 11 حركة سياسية نقل اعتصامها من ميدان التحرير لمجلس الوزراء، وأصدرت بيانا أمس أكدت فيه أن قرار نقل الاعتصام جاء لمنع أي تحايل على إرادة الشعب بإهدار دماء الشهداء ورفض تشكيل الحكومة الجديدة والدعوة لإسناد المهمة إلى حكومة إنقاذ وطني بديلة. هو حاليا في حكومة إنقاذ وطني، نتمنى لها التوفيق بإذن الله، وأن يتم الحوار مع المعتصمين. محمد تأكيد. من جريدة الجمهورية الصفحة 8، دكتور عزازي يضم رئيس جهاز العاشر لمجلس تنفيذي محافظة الشرقية. قرر دكتور عزازي على عزازي محافظة الشرقية وضع خطة عاجلة لتأمين مدينة العاشر من رمضان وحماية المناطق الصناعية بها ومواجهة الانفلات الأمني الذي تشهده المدينة وحماية الثمارات التي تقدر بالمليارات عن طريق تكليف تواجد الأمني وتدعيم مداخل ومخارج المدينة بكمائن أمنية مزودة بكاميرات إلكترونية تعمل على مدار 24 ساعة لمراقبة اللصوص والبلطجة. جاء ذلك خلال الاجتماع العاجل الذي دعا إليه المحافظ وعقد بمقر جهاز مدينة العاشر من رمضان بحضور اللواء محمد العنتري مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الشرقية واللواء أسامة ضيف سكرتير عام المحافظة. تفضل. في عندنا برضو خبر تاني، تعاون علمي بين محافظة الإسماعيلية وجامعة القناة. استقبل الدكتور محمد محمدين رئيس جامعة القناة اللواء جمال بابي محافظ الإسماعيلية بمقر الجامعة. تناول الاجتماع أوجه التعاون بين الجامعة والمحافظة في مجال المشروعات التنموية بمنطقة القناة وسيناء ومحافظة الإسماعيلية. وأعلن محمدين أن الجامعة بيت المحافظة، مجددا استعداد الجامعة تقديم أي دعم العلمي للمحافظة ومشروعاتها المختلفة. وبالمناسبة احنا بنبارك الدكتور محمد محمدين على تعيينه رئيسا لجامعة قناة السويس. هنروح مع حضراتكم لجريدة الشروق. راقت الدماء تزيد أزمة البوتاجاز اشتعالا، التضامن تنسق مع البترول زيادة الكميات وبوادر أزمة في السولار والبنزين، تتفاقم أزمة أنابيب البوتاجاز يوما بعد يوم دون
حلول سوى تصريحات وردية لوزارة التضامن والعدالة الاجتماعية بزيادة الكميات للمواطنين، وتسبب استمرار الأزمة. أمس في إصابة 4 مواطنين بكفر الشيخ و2 بالمنوفية و6 بالغردقة بسبب التسابق في الحصول على اسطوانات بوتاجاز، وقطع الأهالي الطريق من محافظتي الغربية والمنيا، وحدثت مشاجرات بين الأهالي بالقاهرة والجيزة دون حدوث إصابات. على فكرة إن شاء الله في يعني إصابات في الموضوع ده. وزير التضامن لسه موجود، فالمفروض بقى الملف كده كمل عنده فيحله. بس احنا نبقى ناخد شوية تصريحات نديها لأي مواطن يبقى يطبخ بيها بأتراك بوتاجاز يعني. ما علينا، السنة هنستنى إيه اللي هيحصل ونتمنى يكون خير. تطهير سدود شمال سيناء وتكسيد جسر وادي العريش تحسبا لأخطار السيول. وضعت محافظة شمال سيناء خطة شاملة لحماية المحافظة ووقايتها تحسبا لهطول الأمطار التي قد تنتج عنها سيول، حيث تم تطهير خلف سد الروافعة بأكثر من 75% للاحتفاظ بمخزون المياه بخمس ملايين متر مكعب، وذلك لإتاحة الفرصة لاستيعاب كمية كبيرة من المياه وتطهير سد وادي الكرم بجبل المغارة وتجهيزه لاستقبال أي كمية من المياه. وقال المحافظ اللواء عبد الوهاب مبروك أنه بالنسبة لمدينة العريش ولمنع تكرار ما أحاط بالمدينة من خسائر مادية وبشرية جراء السيل السابق الذي وقع بالمدينة في يناير في 2010، تم الانتهاء بأكثر من 80% من تكسيد جانبي جسر وادي العريش وتأمين وسط شرق وغرب المدينة، بالإضافة إلى الانتهاء من المباني الخرسانية أو الجسم. وأقامت طبعا كباري والآخر. وهو عموما في الدنيا كلها كل دية المياه، مياه السيول بيكون ثروة طبيعية لابد ان احنا لا نهدر منها شيء بل نستفيد من كل نقطة فيها، فندعوم تماما للاستفادة من هذه المياه وهذه الثروة الطبيعية بتأكيد. آخر خبر معانا خاص بالوضع اللي يزداد تأزما في سوريا. أمريكا تتهم الأسد بالاستخفاف والمعارضة تتهمه بالجنون. انتقادات شديدة لتصريح الرئيس السوري بأنه ليس مسؤولا عما ترتكبه قواته من أعمال عنف. معارض سوري للشروق، هذا ضرب من الجنون والعقوبات العربية إعلامية والجامعة تنتظر توجيهات غربية. نيويورك تايمز، مدينة حمص شهدت أسوأ مذبحة طائفية خلال اليومين الماضيين. ويعني بالفعل الأوضاع بتزداد تأزما في سوريا. ما كانش هو المسؤول ده، مين مسؤول طيب؟ ما كانش رئيس الجمهورية مسؤول عما ترتكبه قوات المسلحة، يبقى مين المسؤول؟ يا رب يا رب بعد يعني أيام بسيطة كده تنتهي هذه الأزمة في الدولة الشقيقة سوريا وللشعب الشقيق سوريا السوري، ونتمنى ليه كل خير إن شاء الله. نتواصل معنا بعد